بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سماحة الشيخ، هل من نصيحة لبعض الشباب وهم كثر الذين يقولون أن الشيخ الألباني مخطئ في مسألة الإيمان ومرجئ؟ لا أدري ماذا يريدون بهذا التصرف، ما بقي إلا أن ينقبوا عن الأموات. لا شك أن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه من أهل العلم والمدافعين عن الحديث، وله نفع كبير. أما العصمة فهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم عصمة. أفضل من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، ثم الفاروق، ثم ذو النورين، ثم علي، ثم بقية أخوانهم، وليس لأحد منهم عصمة. ومن ادعى أن أحد من المخلوقين غير النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فهو من أضل الضالين. الذي على كل المسلم أن يترحم على الشيخ الألباني رحمه الله وعلى بقية المشايخ الذين رحلوا. وأما المرجي أو لا مرجي أو كذا، لا يخوض في هذه الأمور إلا من لا يحسنها في الحقيقة، وإلا فإن أهل العلم يعرفون لأهل العلم قدرهم.